عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم لو فو ميزون. هذا أول فيديو في سنة جديدة، كنتمنى أن أدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتو يا ربي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم فهي سهلة جدا والصراحة كتجي لذيذة لذيذة بزاف. أنا دقتها عند واحدة السيدة اللي عزيزة عندي بزاف، كنقدم لها تحية وطلبت منها المقادير عطاتهم ليا وحبيت أنني نتشاركها معكم. فهي عبارة على بغاوني بواحد طبقة مقرمشة بالكورن فليكس، فهو يعني ماشي بغاوني لأن نورمالمون الوصفة الأصلية ديال البغاوني ما كيكونش فيها الخميرة، ولكن هذه فيها شوية الخميرة يعني جاية ما بين البغاوني والكيك. فاحنا دابا غنبقاو مع المقادير ومع الطريقة اللي سهلة جدا، خليكم معايا. بالنسبة للمقادير ديال الطبقة الأولى اللي هي البغاوني أو داك الكيك، فغنحتاجو هنا 4 ديال البيضات، عندنا 130 غرام ديال الدقيق، عندنا 200 غرام ديال الزبدة مذوبة، عندنا 160 غرام ديال السكر، 160 غرام ديال الشوكولاتة السوداء من الأحسن يعني تكون نوعية مزيانة 160 غرام، عندنا 25 غرام ديال الكاكاو، وعندنا قبيصة الملحة وواحد كيس ونصف ديال الخميرة الكيميائية. فهذا الشيء اللي غنحتاجو للطبقة الأولى. فالطريقة سهلة جدا، ما نحتاجو يعني لا طراب كهربائي لا والو، فقط نخدمو غير بالفوي يعني طراب اليدوي. عندنا هنا دوك ربعة البيضات حطيناهم في بول، غنزيدو عليهم سكر سنيدة وديك القبيصة الملحة وغنطربو الخليط واحد شوية. غنبقاو نطربو يعني واحد شويه، نحسو غير السكر داب، وغناخد واحد البول اخر غنخلطو فيه زبده مذوبه مع الشوكولات مذوب. فدابا جبنا البول الاخر خوينا فيه ديك الزبده مذوبه، دابا غنزيدو عليه الشوكولات مذوب. حاولوا هاد العمليه اللي ما ديروا حتى تهبط لنا شويه الحراره ديال الزبده والشوكولات، ونخلطو هاد الخليط هكا عند الجنينه مع بعضياتو. دابا الخليط ديال البيض بعد ما طربناه واحد شويه غنزيدو عليه الخليط ديال الشوكولات والزبده، غنحركو واحد شويه وغنزيدو الخليط ديال الدقيق والكاكاو والخميره اللي غربلناه. دابا خديت واحد المول اولا يعني ماشي مول، هو غير الدور يعني كيكون خاوي من الوسط هكا كاري، لبستو بابي كويسون يعني درت واحد جوج ديال الباندات، وحده مشات هكا وحده درت لها هكا يعني دهنت لداخل باش يشد ليا في الحواف ديال في الجناب ديال المول، ودرتو هكا فوق الطاوه. ودابا غنخوي فوق منه الخليط ديالنا وغنسرحو. نحاول نسرحو هكا على المول ديالي كله. من بعد ما سرحت الخليط ديالي هكا على المول كله، فغندخلو دابا الفران على 180 درجة. من الأحسن غير لتحت فقط، يعني إلا ما كانتش عندكم الفرفارة في الفران فيكون غير من لتحت فقط، مدة 20 دقيقة. 20 دقيقة راه ما كياخدش طياب بزاف، 20 دقيقة ونخرجوه. ودابا غندوزو للطبقة الثانية. بالنسبة للطبقة الثانية ففيها جوج المراحل. أول مرحلة غنحتاجو فيها الكورن فليكس، عندي هنا 180 غرام كورن فليكس، 70 غرام ديال السكر، و50 غرام ديال الزبدة مذوبة.
غناخذو كونفليس يعني داك العادي اللي كيكون مسوس. انا كنستعمل هذا ونوريكم الشكل ديالو. كاين فيه بزاف ديال لي مارك، انا فقط وريتكم هذا الشكل اللي كنستعمل. كناخذو واحد البول كنديرو فيه هذاك الكونفليكس مع سنيده ومع الزبده، وكنحركو كلشي. حتى ديك الزبده كتلبس لينا داك الكونفليكس كله وديك السنيده. دابا ناخذ الطاوه ديال الفران، هكا انا درت فوق منها بابي كويسون، وغنخوي فوق منها هذاك الكونفليكس. غنسرحو هكذا على الطاوه وغندخلوه للفران على 150 درجه تقريبا واحد 20 دقيقه، يعني غير يتقرمل لنا هو راه طايب وكلشي، غير كيتقرمل لنا يعني ديك التقرميشه كتبقى منين كنخلطوه من بعد مع الكراميل، ما كيفقدش هذيك التقرميشه ديالو. ودابا غندوزو للمرحله الثانيه ديال هاد الطبقه اللي هي الكراميل. بالنسبه للكراميل فنخدمو يعني بطريقه العاديه ديال الكراميل. سبق ليا شحال من وصفه خدمت معكم الكراميل. انا خديت كاسرونه هكا خويت فيها السكر، كنحتاجو في هاد الكراميل هذا 160 غرام ديال السكر، وعندنا 70 غرام ديال الزبده، وعندنا 150 غرام ديال القشده الطريه، وبطبيعه الحال قبيصه ديال الملح. فانا غنخلي هاد الكراميل ديالي يذوب، ما نقيسو ما والو، حتى كيبدا يذوب ليا هكا من الجناب، يعني كيبدا يتحمر، كيبان لكم بحال كيتحمر وكيذوب من الجناب. عاد كنبقاو شويه بشويه كنجرو دوك الجناب حتى كيذوب لينا كله. دابا من بعد ما دام لينا الكراميل ديالنا بطبيعه الحال بلا ما يتحرق، يعني خصو يذوب كامل، يعني يولي ما كيبقاوش يبانوا لكم دوك الحبيبات حرشين فيه، ولكن في نفس الوقت بلا ما يتحرق. دابا غنبدا نزيد القشده الطريه شويه بشويه وانا كنحرك، ما تزيدوهاش يعني مره واحده باش ما يتحجرش ليكم. من بعد ما ضفنا الكريمه ديالنا كلها فدابا غنضيفو الزبده ونخليو الكراميل ديالنا يطيب، يعني حتى كيبان لينا بدا كيطلع يعني بحال الحليب فاش كيبغي يفيض صافي. وغنطفيو عليه تقريبا كياخذ لينا واحد 5 ديال الدقائق، من بعد ما كنرميو الزبده كياخذ لينا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. وقبيصه ديال الملحه بطبيعه الحال باش ما ننساهاش. هي اللي كتعطي داك التوازن ما بين الحلاوه والملوحيه. هذا الكونفليكس ديالنا بعد ما تحمر لينا خرجناه من الفران خليناه يبرد واحد شويه. دابا غنخوي فوق منو داك الكراميل اللي صوبنا على هذا الشكل. هذيك الكمية كلها اللي صوبنا كنخويوها، يلاه كتجيني هشام. وغنبداو نخلطو،
هذا لو كيك اولا البراوني ديالنا من بعد ما تخرجناه من الفران خلينا حتى هو يبرد واحد شويه وغنخوي فوق منه داك الخليط ديال الكراميل والكورنفليكس على هذا الشكل هذا غنحاولوا نوزعوه على السطح ديالو كله وحنا كنضغطوا يعني باش يدخل لينا في القناه كلشي ديال المول فمن بعد ما وزعتو هكا على السطح ديال الكيك كامل فدابا غندخلوه للثلاجه على الاقل واحد ساعه ونص ديال المكانه باش يشد لينا داك الكراميل فراسو مزيان ونتلاقاو من بعد باش نشوفو كيفاش غيتقطع من بعد ما دوزت ليا واحد ساعه ونص حتى ساعتين تقريبا في الثلاجه فدابا غنحيد لها نحيد هذاك المول وكيتحيد بسهوله الشكل هكا ودابا غناخذ موس من الاحسن انه يكون موس هكا منشار لان التقرمشه اللي الفوق ما ملي كنقطعها بموس عادي فكتعوج من الاحسن اننا نستخدموا موس ديال المنشار وغنبدا نقطعو يعني على القياس اللي بغيتو نتوما انا نقسمها هكا على ثلاثة ومن بعد غندير مستطيلات اللي يكون العرض ديالهم شويه صغير الشكل النهائي ديال البراوني ديالها هو هذا كما شفتوا انا زينته غير بخطوط هكا ديال الشوكولات كحل من الفوق فكيبقى لكم نتوما الاختيار الا خليتو غير هكذا كيعني بوحديتو كيجي المنظر ديالو زوين وكذلك داك لو كيك ديالو كيجي خفيف يعني كيجي ما بين لو كيك وما بين داك البراوني يعني كنا كنعرفوا شويه البراوني القوام ديالو كيكون شويه ثقيل فهذا ديك الخميره اللي فيه والمقادير تاعو اللي فيه شويه خفاف فكيجي خفيف على البراوني العادي وديك طبقه المقرمشه كتجي رائعه وكيجي بنين بزاف يعني الصراحه انا منين دقته اول مره عجبني بزاف كنتمنى ان شاء الله انكم تنتوما تجربوه واكيد اكيد غيعجبكم الفيديو ديال اليوم وصلت النهايه ديالها كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وكيف ما ديما ما تنساونيش من الدعم ديالكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو الى عجبكم وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش ينزلوا يتابوناو دابا ودمتم بخير وعلى خير ومع السلامه